ابو ناصر اجيك اجيك اسعد يعني اسعد يعني اسعد وجرب خليك شوي شوي ما لا ما تجري شوف يا ابو ناصر يعني دخلت في الشيبه بس ما زال يعني صغير وش توت 39 يا اخي 39 صغير الله يعين في ناس عمرهم 50 يركضون رسم ما شاء الله والله مين متقاعدين ما شاء الله يركض ويشتغل في النخل ويسوي كل حاجه ما شاء الله هذا تين احمر تين احمر ايه لون الحبه حمراء هذا ما هذا هذا ما عندي في البيت في بيتي ما موجود تستطيع انك تاخذ عود واحد تغرسه ويخرج لا مو منطقه ثانيه فيه بس ابي كل شيء زرعه اصلا تركي ها تركي نعم. الان ما في وقت الشتاء ما في ثمار صح ما في صح ما في فواكه صحيح فقط برتقال 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 ايه ما شاء الله ما شاء الله هذا نعناع تحب النعناع؟ نعناع هذه ما شاء الله تبارك الله ولا تحب تعرف اي مع الشاي هذا ما شاء الله هذا قوي طازج يا اخي خذ اي والله خذ هذا يكفيني لا كيف لا 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 ما تقول شيء خذ اخرين يا اخي وش لا ما تحتاج هذا تاكل الغنم يا رجل والله لا يكفي يكفي يا ابو ناصر والله نحن قليل باثنين نفر ما في احد يكفي والله يكفي ممتاز جزاك الله خير ما شاء الله كيف تربط كذا كيف؟ تغلي مويه تحطوا حبه واحده ولا لا؟ كيف؟ تربطوا بهذا ما تشوف البقدونس في السوق وكذا صح صح يعني من نخله هو لا ما عليك ما عليك عادي ما شاء الله والله ممتاز هادي جدا هنا يا اخي هادي وين الناس ما في الناس يعني الناس الان اختبارات عندهم صح اختبارات ولا في شباب يكشفون هنا يجلسون يسوون الشاي والله ما شاء الله هذا جديد ذا ايه يعني نعم شوف جديد. شوف تعرف ليش؟ ينبت ولا ما ينبت؟ يجي ولا قليل يجي؟ يجي في الصيف في الصيف كثير بس الحين ما يجي بسبب الشمس ايه الشمس يمكن يكون مستوي فهمت؟ ايه ما يكون يكون مستوي يكون ممتاز وكبير واصفر لا بس كلا. في الصيف بس الحين لا الحين لا تعرف ليش قليل هذا؟ ليش؟ لانه في الصيف الماضي جاء الشجر مرض فماتت الحين فسوينا لها دواء رش ايه بعدين خرجت وخرج معها ثمار سبحان الله تصور محمد ونسكر الكاميرا لا كاميرا مفتوح عادي ليش عادي نحن نمشي ونشوف عادي خليه يصور هذا هذا ما يشوف احد في اليوتيوب تعرف اليوتيوب هذا تحط بوبليك كل واحد يشاهد لا ما في مشكله لا لا حطيت انليستد تعرف انليستد انليستد يشوف فقط الذي انت اعطيته اللينك مثلا اعطيتك اياه انت تشوفه بس لو سويت برايفت ابدا ما يشوف احد فقط انت يعني في ثلاث انواع public unlisted و private إيه. انا ما احط شيء وانت ما تبي فهمت كيف اذا انت ما تبي انا احط unlisted يعني ما حطيتها عام حطها خاص ايه خاص ايه عادي ما في مشكلة خلي سياحة يجون في الزلفي الحين الناس ولا لا ما في مشكلة خلي الاخوان ايه المقطرين صح ايه والله